وسهلا بكم متتبعينا ومشاهدينا ضمن عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي الخاص بالتوعية الصحية وقاية وعلاج. بوادر التفاؤل في بلادنا بدأت كتبان من خلال الأرقام اللي كيتم الإعلان عليها يوميا واللي نقصات بنسبة كبيرة جدا. أيضا مؤشرات أخرى كتأكد على أنه فيروس كورونا تحت السيطرة إلى حد الآن من ناحية الإصابة. عدد من الشركات والمصانع كان استأنف العمل هذه مدة بطبيعة الحال من أجل عجلة الاقتصاد في بلادنا، وكاين شركات ومؤسسات أخرى اللي غدا تستأنف العمل بداية من الأسبوع المقبل. لذلك ضمن هذا العدد من برنامجكم وقاية وعلاج اخترنا على أنه الموضوع ديالنا يكون عن الإجراءات الضرورية اللي لازم أنها تكون حاضرة داخل هذه المؤسسات والشركات والمصانع والمعامل اللي هي استأنفات العمل حماية لكل الناس اللي هما كيشتغلوا فيها. لهذا الموضوع يسعدنا كثير على أنه نستقبلوا معنا صفوة الوهابي اللي هي مهندسة في البحث العلمي كتشتغل في أحد المختبرات الخاصة بصناعة الأدوية في سويسرا. صفوة أهلا وسهلا بك معنا. بارك الله فيك، مساء الخير لاله عفاف، ومساء الخير للمستمعين، وشكرا لهذه الفرصه اللي غادي نهضروا على التجربه ديالنا كمواطنين مغاربه في الخارج وكضمني من كفاءه الطبيه العالميه المغربيه. نعم، شكرا جزيلا لك. كنرحبوا ايضا بكفاءه طبيه مغربيه من هنا من مدينه الرشيديه، تحديدا الدكتور عبد اللطيف هناوي، طبيب عام استشاري في طب الاسره وطب الطوارئ. اهلا وسهلا بك دكتور هناوي، مرحبا بك معنا. مرحبا لاله عفاف، شكرا على الاستضافه، ومرحبا بالاستاذه صفوت، ومرحبا بالجمهور الكريم. شكرا جزيلا لك. في البدايه كيف ما عودنا دائما رفقه الضيوف اللي تيكونوا حاضرين معنا والكفاءات الطبيه المغربيه اولا الكفاءات اللي كتشتغل في قطاع الصحه بشكل عام، ربما كنتكلموا بشكل عام على تقييم للوضع الحالي. البدايه غتكون معك صفوه في سويسرا. ربما سويسرا يعني كانت الارقام نوعا ما يعني نسبيا ارقام اللي هي قليله، الا بغينا يعني تحطينا في الصوره احنا والمشاهدين بشكل عام بالنسبة للتجربة ديال سويسرا مع فيروس كورونا، فشو ممكن أنك تقولي لنا؟ احنا في سويسرا غير باش نعطيكم أرقام، يعني آخر إحصائيات اللي جاونا في سويسرا عندنا 30,000 مصاب بكورونا فيروس و 1,066 شخص اللي مات بكورونا فيروس. خاصكم تعرفوا أن في سويسرا دينا بالحجر الصحي كالدول كما فرنسا إيطاليا أوروبية وحتى المغرب، ولكن ما درناش حجر صحي شاد كما شفناه في الدول الاخرى. علاش؟ لان الثقافه ديال سويسرا غتلقاي الناس عندهم انضباط بزاف، انضباط بزاف بالقانون، يعني هذا يعني صافي بارتي من الثقافه ديالهم انهم غادي يحترموا القانون ويحترموا هذاك الحجر الصحي. مثلا التجمعات، مثلا قالوا لهم يخدموا في المنزل، يخدموا في المنزل يعني ما خرجوش برا. ولهذا ربما ساعد ان في سويسرا يعني داروا الثقه في المواطن انه هو ياخذ المسؤوليه ديالو باش يحترم القانون. ولكن رغم ذلك كان عندنا عدد مصابين وعدد الناس اللي ماتوا في سويسرا. نعم دكتور الوهابي، بالنسبه لبلادنا للمغرب يعني الى حد الان كنشوفوا الحمد لله لانه كاين مؤشرات اللي هي ايجابيه جدا، يعني حتى من خلال الارقام اللي كيتم الاعلان عليها بشكل يومي بطبيعه الحال من عند الجهات المسؤوله. كطبيب دكتور هناوي، الوضع حاليا في المغرب كيف كتشوفه؟ بالنسبه للمغرب الحمد لله يعني النتيجه جد 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 مريحه مقارنه مع تجارب ديال الدول كلها اللي شفنا، لا الدول العربيه ولا حتى الدول الاوروبيه. الحمد لله لا من ناحيه ديال عدد الاصابات اللي دابا قرابه 8,000 اصابه، ولا من ناحيه ديال عدد المتعافين اللي راه الان تقريبا في 7,000 يعني حالات التعافي، ولا في حالات الوفيات قرابه 206 وفاه، يعني بالنسبه ما كتزاوجش 3%، حين ان نسبه التعافي هي تقريبا 84%. الحمد لله يعني الى جينا نشوفوا الى قرنا الحاله الوبائيه ديال البلاد ديالنا فهي جد متميزه وجد مسيطر عليها. كما شفتوا المستشفيات كلها اللي تبنات، يعني المستشفيات الميدانيه ربما ما تشغلاتش ما خدماتش، فهذا يعني انه ما كانتش الحالات اللي كانت البلاد كتنتظرها ما وقعتش، وهذا جد ايجابي.
كيخلي البلاد انها يعني توفر الآن التدابير ديال رفع الحجر الصحي يكون بواحد الشكل يعني منظم من خلال توفير الاجهزه ديال الفحوصات ولا الاجهزه ديال الكشف المبكر. فالحمد لله الحاله وبعيدنا جد جد متميزه وجد مطمئنه. نعم. غنبقى معك دكتور عبد اللطيف هناوي. ربما قبل وحنا كنتكلموا على الاحتياطات، على الاجراءات الوقائيه والضروريه وشنو الانسان خصو يدير، كنا كنتكلموا مع المواطن وهو يعني داخل البيت ديالو، حمايه ليه الاسره ديالو باش ما يتعرضش للعدوى وبزاف ديال الامور. اليوم ربما بشكل نسبي الامور بدات كتغير، لانه الكثير من الناس غادي يرجعوا للعمل ديالهم، والكثير من الشركات ومن المؤسسات غتستأنف العمل ديالها. هنا بالخصوص يعني اشنو الوضع، كيفاش غادي يتغير فيما يخص هذه الاجراءات تحديدا؟ الو بالنسبه لهذه الاجراءات ديال ان شاء الله المرحله ديال يعني المرحله ديال الخروج من الحجر الصحي، الحاله ديال الطوارئ الصحيه، هي غتنقسم يعني بعض التدابير اللي غتكون فرديه للانسان غيديرها هو لشخصه الحماية ليه. اسمح لي دكتور هناوي غير باش نشيروا على انه راه مرحله رفع الحجر الصحي راه هي مازال ما تمش، يعني مازال مش مؤكده، لكن كنتكلموا على الناس والمؤسسات اللي تعلن على انه غترجع للعمل، وربما غيكون هكذا امور اللي هي تدريجيه يعني خطوه بخطوه. صحيح. انا قصدت المرحله يعني ديال بعد 10 يونيو، لان المتوقع والمؤشرات بدات كتبان انه الدوله ان شاء الله ولا الحكومه يعني غتقرر انه الرفع ديال الحجر الصحي الشامل بهذا الشكل اللي حنا كنعيشوه غندخلوا في مرحله ديال انه الحياه تبدا ترجع للطبيعه ديالها. انا على هذا الاساس كنتكلم، ولكن طبعا في انتظار هذا القرار ديال الحكومه، القرار الرسمي، فاكيد انه غيجي واحد النهار خصنا نتحركوا، خصنا نخرجوا العمل ديالنا كما دابا وقع مع الشركات. فبعض التدابير كاين اللي غتكون هي فرديه، الانسان في حد ذاته هو كيتعامل مع الجسم ديالو هو خصو يديرها لنفسه، وكاين بعض الاجراءات اللي هي كتعلق بال يعني التدبير الجماعي ديال المرحله، يعني في مقرات العمل، في وسائل النقل العمومي، في مجموعه ديال الامور اللي كت في الادارات، في العيادات الطبيه. فعلى المستوى الشخصي الانسان بعض السلوكيات كان خصها تكون قبل كورونا، دابا بعد كورونا ولات الناس كتعرف بانها ضروريه ومهمه. غسل الايدي راه كان من زمان خصو الانسان يغسل يديه اللي دخل من الطوبيس ولا دخل من الطرامواي، يشد في الحديده ديال الطرامواي ولا شد دخل في شي مرحاض عمومي ولا دخل في اي مكان، فراه خصو يغسل بالصابون. فهذه سلوك بسيط ولكنه يعني جد مهم في الوقايه من هذا الفيروس ومن غيره من الفيروسات. مساله اخرى هي ديال يعني الكمامات في المرافق العامه، في يعني في الاماكن اللي كتجمعنا بناس اخرين. الكمامات الان صارت مفروضه كما سند الحكومه قوانين خاصه بهذه الحاله ديال الطوارئ انها اجباريه في الشارع العام، ولكن يعني ربما نفصلوا في هذه الامور. هذه الانسان غادي نكون عاوتاني نكونوا في واحد ندير واحد الميزان اللي هو كيخلي واحد الجوده في الحياه اليوميه ديالتنا، ما نكونوش ديما مكممين، ما نكونوش ديما، وفي نفس الوقت يشكلنا واحد العامل اللي وقيه. مثلا الكمامه الا كنت غادي بوحدي في الشارع يعني بعين ما حدايا حد في شارع خاوي، مشينا ناخذ راحتي ما ناخذش كمامه، خصوصا الا ما كنتش كنسعل وما كنتش كنكح. كنهضر على الحاله انسان ما عندوش اعراض غادي سليم يعني ما كيكح ما والو، ولكن في الاوساط العامه يعني في المرافق العامه سواء ادارات سواء نقل عمومي الكمامه خصها تكون، واللي كيكح واللي كيعطس ما يمشيش للاماكن اللي فيها تجمع سواء اداره سواء يعني سوق سواء عياده، اي مكان فيه تجمع، حانوت، حتى في الحانوت تجي الحانوت تلقى الحانوت عامر ونتسنى نخدم المسافه ديالي. هذه امور اللي هي وقائيه باش ان شاء الله كما يعني الخبراء كيتحدثوا الان على يعني التطور ديال الوباء، واش هذه المرحله واش عندنا شي يعني كما نقولوا كاين تخوفات من انتكاسه او تخوفات من الموجه ثانيه، فالانسان يبقى محتاط باش نبقاو في حاله استقرار. الا بقى حاله الوباء في هذا يعني المستوى اللي هي فيه حاليا او لا نقصت، فراه الحمد لله الامور مزيانه وممكن نستمروا في حياتنا والدوره الاقتصاديه تنشط، لكن الا رجعنا لموجه ثانيه فما على الدوله والحكومه الا اتخذت قرار ان نرجعوا للحجر الصحي. فنتمنوا انه ان شاء الله وممكن نفصلوا في بعض الجوانب المهنيه شنو ممكن الانسان يعمل. نعم.
غنتكلموا عليها وهي نقطه اساسيه جدا اللي تكلمتي عليها، على انه كاين مجهود اللي هو فردي كيتعلق بالسلوك ديال الفرد، وكاين مجهود اخر اللي هو جماعي، يعني كتبقى مسؤوليتنا كاملين لانه الامر هنا كيتعلق بالصحه العامه. الا سمحتي لي صفوة غنرجع لعندك دابا، يعني لحد الان الا تكلمنا على المرحله اللي وصل لها فيروس كورونا من حيث الابحاث، يعني شنو المعطيات اللي هي متوفره او اللي كاينه حاليا، وانت التخصص ديالك هو الهندسه في البحث العلمي، يعني شنو الامور اللي لحد الان العلم الا بغينا نقولوا واقف عندها اليوم؟ باش نهضروا يعني بصراحه، يعني اليوم كورونا فيروس ماشي فيروس جديد، يعني هذا الفيروس كان كنا يعني العلماء كاملين غادي يقولوا لك كنا عارفين هذا الفيروس كان موجود، ولكن هذا الوباء يعني بدا في الصين، وكنتعلموا من التجربه ديالنا مع هذا الفيروس يعني في الصين في اوروبا. سمعنا بهذا الموليكول اللي اسمها هيدروكسيكلوروكين اللي المغرب حتى هو كيستعملها في البروتوكولات ديالو، واخا ما كانش لي انديكاسيون ديالها الكورونا فيروس، ولكن كنستعملوها باش تعالج لي سيمبتوم ديال الكورونا فيروس. كاين هاد الهيدروكسيكلوروكين بزاف لي لابوراتوار ساعدوا انهم يصنعوا هاد الهيدروكسيكلوروكين باش المستشفيات يداووا بها، هذه اول حاجه، ولكن خصكم تعرفوا انها ما عندهاش لانديكاسيون باش داوي الكورونا فيروس، دونك هذا واحد الريسك اللي خداتو يعني الدول ولا المستشفيات انهم ياخذوا هاد لا موليكول باش يعالجوها. ولكن باش تقولي اليوم انها كتعالج الكورونا فيروس، من الناحيه العلميه لا يوجد اي يعني بروف انها كتعالج الكورونا فيروس. ثانيا من جهه التلقيح، لا يوجد اي تلقيح اليوم ضد الكورونا فيروس. شفنا ان في الصين كان عندنا موجه ثانيه بالكورونا فيروس، الناس كانوا تصابوا بالكورونا فيروس مره وعاود تصابوا ثانيا، الناس يعني العلماء في هذه الحاله كيفكروا يعني كيفاش غادي نصنعوا واحد الفاكسان وهو هذا الفيروس كيتبدل، ما كيقعدش هو نفس الفيروس. دونك هذا هو التحدي ديال العلماء. غادي تشوفي انا كاع لي لابوراتوار لي انستيتيو دو ريشيرش كيحاولوا انهم يدرسوا ويخرجوا فاكسان باش تديفلوبي واحد التلقيح خاصك وقت. يعني مثلا هذا العام ما غاديش يكون اي تلقيح موجود في سوغ لو مارشي. دونك الوسيله الوحيده اللي عندنا اليوم هي التدابير الوقايه. هادشي باش نكونوا صريحين مع المواطنين والمستمعين، يعني لا يوجد اي دواء اليوم اللي غادي يعالج الكورونا فيروس، واي تلقيح لا يوجد اليوم. ربما في 2000 يعني 2021 2022 ولا لي زيسي كانوا بوزيتيف ربما يكون عندنا تلقيح، ولكن لا يوجد اي تلقيح لحد الان. وغادي يعني خصنا الوقت باش لو فاكسان يتطور، وربما غادي يجي من آسيا من الصين لانهم عندهم تجربه اكثر في البحث ديال الكورونا. نعم، رايك في الكلام اللي قال صفوة دكتور هناوي؟ صحيح الكلام طبعا ديالها، الكلام هو هذا اللي كاين فعلا فيروس، يعني هي الحقيقه، يعني ما كاينش حاجه اخرى. صح. نعم. العائله الفيروسيه طبعا كما قالت الاستاذه صفوات، عائله فيروسيه معروفه، ولها كينتمي الفيروس ديال يعني ديال الحاله الوبائيه ديال سارس اللي وقعت في الشرق الاوسط يعني في 2008 على ما اعتقد. وكما اي فيروس كاين تحدي هو العلاج وتوفير اللقاح، وتحديات من بين الامور هو التغير، يعني الفيروس كيتغير في التركيبه البروتينيه ديالو او لا يعني في التركيبه الجينيه ديالو، فهذا كيشكل تحدي امام العالم. وحنا كنعرفوا فيروسات راه معمرنا معنا هذه عقود، الفيروسات ديال الانفلونزا، فيروسات ديال فيروس السيدا، فيروسات ديال الهيباتيت، هذو فيروسات راه عقود هذه وهي عايشه معنا، ومازال العلماء تقلبوا على تلقيح، مازال ما كاينش لقاح، فالله اعلم شنو غيكون، واش غيلصق، واش غيكون فيروس فعلا فعال او لا. فالوقايه تبقى السلاح يعني الاني والمستقبلي، المستقبلي سواء الفيروسات اخرى ربما تبان، فالانسان يولف لراسو السلوك الوقائي يبقى معه دائما سواء كانت جائحه سواء ما كانش. نعم، هذا السلوك الوقائي دكتور هناوي منين غادي يبدا؟ يعني مثلا بالنسبه للناس، غادي الانسان مثلا يبدا يستأنف العمل ديالو من يوم الاثنين المقبل، شنو اول اجراء كيخصو يبدا به وهو خارج من داره؟ اذا اول حاجه خصو
يبرمج يعني التفكير ديالو، خصو هو يكون واعي، الوعي ديالو خصو يخرج، وانه عارف بان كاين واحد الظروف خصو يتعامل معها، يعني ديال الاحتياط ديال الحيطه. يعني انا كنحاول ان الناس ما نعيشوش خوف وهلع، ونبقاو يعني بواحد الطريقه اللي هي جد جد كتسبب في يعني في واحد الاضطرابات ربما اكثر من، او باش نقولوا اكثر، ولكن كتشكل حتى اضطرابات كتضيع لنا الممارسات المهنيه ديالنا وحتى الحياه اليوميه ديالنا. فحنا خصنا نجمعوا بين الاحتياط وبين العيش بطمانينه. فهو يخرج ناوي على انه غادي يمشي للعمل وياخذ بعض الاحتياطات اللي هي راه كما نقولوا السهل الممتنع، راه شي مرات حاجات بسيطه وكيبقى اللي كتجي الانسان صعيبه الا ما كانش درب نفسه عليها. فملي غيمشي للكمامه هو اللي يدير الكمامه في الوسط ديال المهني، خصو يدير الكمامه يصبر عليها. دابا الصاد بقاو كل الناس راه الصاد، الا كان في الوسط كاين يعني في وسط ربما نقولوا التهويه ديالو ضعيفه او لا وسط مكتظ، واخا يكون تباعد ولكن واحد يعني واحد مصنع مثلا فيه مئات ولا عشرات الاشخاص، فالانسان الكمامه يحتفظ بها، واخا يكون بينه وبين الناس يعني مسافه امنه ولكن يحتفظ بها، لان الهواء اللي كيدور كل شيء كيتنفس فيه. فيحفظ الكمامه ويدير في باله انه ما الوجه ديالو العين ديالو النيف ديالو الفم ديالو هاد لي بور دونطري هاد المداخل الذات ديالنا ما يقيسهم الا ويديه مغسوله، حتى الا ضطر حكات عينيه ما قدرش يصبر يمشي يغسل يديه يحك عينيه، او لو يدير يعني واحد مشوار نقي لهاد الامور هذه يصبر. فهاد الامور لان مولفين في حياتنا اليوميه، كتحكنا عينينا نحكوا عينينا، حكنا نفنا نحكوا، فهمتي؟ فهاد الامور خص الانسان صافي يقطع معها، لان من الامور الصعيبه في تغيير السلوك هي العادات. ملي كنكونوا مولفين شي حاجه كتجي صعيبه، ولكن كيخصها واحد. دابا اعتقد انه الفتره ديال الحجر الصحي اللي دزنا منها دربتنا، فالناس تدربت كلشي تدرب انه يرد البال. وطبعا الرجوع من العمل الانسان ينظف النظافه، راه كلشي الان في هذه الفتره هذه كانت وسائل الاعلام تكلمت بما فيه الكفايه على الغسل ديال 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 الايدي ديال الوجه، ربما الاستحمام وغسل ديال الملابس ديال العمل تغييرها. طبعا ملي يرجع للدار الناس اللي ساكنين مع الوالدين ديالهم يحاولوا يتفاداو، حنا كمغاربه كنبوسوا اليدين ديال والدينا كنبوسوا لهم ريوسهم. دابا فتره ديال نقول لهم السلام عليكم، يعني نتفقوا معاهم، راه يعني هما طبعا غيبغيو وحتى حنا باغيين نبوسوا لهم يديهم، ولكن من اجل السلامه ديالهم ما نبوسوا لهمش يديهم. دابا حتى نسمعوا شي خبر بان هذا المرض مابقاش كيدور، وديك الساعات يعني هذيك الامور معوضه، ولكن السلامه نحافظوا عليها. بالامور الاخرى يعني في وسائل المواصلات كما قلت، الواحد ياخذ واحد المبادره باش يحمي حتى المجتمع ديالو ملي يكون تيسعى لو عنده اعراض تنفسيه، يحاول يبتعد على الجماعه، ما يمشيش في الامور يعني في الاماكن المكتظه. وخص الناس دابا خصها تكون عندها طبيب مرجعي، الناس خصها تكون عندها التليفون ديال الطبيب ديالها، خصها تكون عندها الثقافه ديالي يكون الطبيب ديالي كنعيط له، ماشي نمشي للعياده وانا كنكح وانا كنتعال ونبغي ندخل، ولا نمشي للمستشفى المستعجلات وانا كنسال ونصرو تما، نعيط للطبيب ديالي ونستشر معاه، نقول له ها الاعراض ديالي، وغيدير معايا يعني الموعد او لا يعرف الحاله شنو خصها ويدير التدابير. دابا كما كنعرفوا في المستشفيات كاين يعني كما نقولوا يعني واحد المسار او لا واحد الممر خاص بالحالات المحتمله ديال الكوفيد 19 باش نتفاداو نقل العدوى داخل المستشفيات. ممكنش انسان مريض ما يمشي للمستعجلات، ولكن الحالات الا كان عندك الطبيب ديالك وقال لك ماشي مشكل خذ هذا الدواء انتظر ونبقى على الاتصال معك، فهذا كيحمي المجتمع. فالان الناس كلها تكون عندها طبيب ديالها كتستشر، هذا مهم جدا. نعم، غنرجع لعند صفو الوهابي مره اخرى. صفو، ربما بزاف ديال الناس دابا من ضمن الاجراءات الوقائيه اللي بداو تيسولوا عليها او التي يفكروا فيها، وهو المساله ديال تناول بعض الفيتامينات او لبعض المكملات او لبعض الاشياء بين قوسين اللي بالنسبه لهم كتلعب دور في انها كتقوي المناعه او لا ممكن انها تحميهم من الفيروس او لا. الا تكلمنا مثلا ابسط امور غير لا فيتامين سي، انا توصلت برسائل من عند بزاف ديال الناس يقول لك انا مثلا شريت واحد البواطه ولا جوج اللي غنبقى ديما نخليهم ونديهم معايا للخدمه بغرض انه يقوي له المناعه ولا يعطي شي حاجه اللي هو محتاجها ضد الفيروس. فنبغيك تكلمي على هذه النقطه بطبيعه الحال لانها هي ايضا ضمن التخصص ديالك. واش مثلا الانسان اللي تناول هذه الامور فعلا ممكن تلعب هذا الدور او لا؟ لا بغينا نكون واقعيين، يعني
لا بأس به أن المواطن ولا باغي يعني ياخذ فيتامين سي ولا مقويات، ولا حتى يقول لك أنا الصوم كي يقوي المناعة، الرياضة كتقوي المناعة. غنقول لك مزيان يعني أن الإنسان يكون عنده هذه الاحتياطات، يدير الرياضة، ياكل مزيان، ياخذ فيتامين سي، ولكن هذا ما غاديش يمنع ولا ما خدش التدابير الوقاية اللي خصنا نديرو باش يتصاب بالكورونا فيروس. هادشي خص الناس تعرفو، يعني واخا غادي يدير هادوك لي كومبليمون اليمونتيغ، الفيتامين سي مزيان لصحتو، غادي يحس براسو هو مزيان. يعني اي طبيب يقدر يكونفيرم واش غادي نقول، يعني مزيان ياخدو، ولكن ما غاديش يتجنب انه يتصاب بالكورونا فيروس لانه غادي ياخذ فيتامين سي ولا لانه غادي ياخذ دي كومبليمون اليمونتير. نعم. طيب ربما كاين امور اخرى بالنسبه يعني للصناعه ديال الادويه، وانت كتشتغلي في مختبر اللي هو هذا هو التخصص ديالو، يعني لحد الان ربما شفتي مثلا علم المستوى ديال الصناعه، بعض الامور اللي ربما وليتو كتصنعوها ما كانتش قبل، او لربما شي حاجه اللي تزادت مثلا يعني في النسبه ديالها ولات بشكل اكبر لانه كاين اقبال عليها اكثر مثلا، او لا؟ نعم، كان عندنا اولا الباراسيتامول، الباراسيتامول هو يعني اللي كان شي حاجه اللي المستشفيات كانوا خاصها، وخصوصا في فرنسا كان نقص في الادويه ديال الباراسيتامول، لان يعني المستشفيات كان عدد المصابين كثار. الادويه اللي كيس يستعملوها في اون ريانيماسيون كانوا ناقصين، وانا كنشتغل في مختبر تاع بايير، دونك هذا المختبر حاول ما امكن انه يعطي واحد الاولي البريوريتي عفوا في هذه الادويه لانهم كانوا يحتاجوها. وبحال اللي تكلمت عليك ليدروكسيكلوروكين، كنا نصنعوا ليدروكسيكلوروكين فقط في واحد الدوله في اسيا، وملي صرا هذا كورونا فيروس وكان طلب رجعنا نصنعوا اكثريه ديال الهيدروكسيكلوروكين، لانه كان طلب كبير في العالم اننا نعطيو هاد الادويه للمستشفيات، رغم ان كما قلت الهيدروكسيكلوروكين ما عندهاش الانديكاسيون باش تداوي الكورونا فيروس، ولكن في بروتوكول المستشفيات كيتابعوها بهاد الادويه. هادو هما الادويه الاساسيه اللي كنا المختبرات يعني كانوا يشتغلوا، والمختبرات كاملين كانوا يشتغلوا يعني ما حبسوش لما كان الحجر الصحي في العالم كامل، كل شيء كان يشتغل، ولكن كان عندنا وقاية أكثر في لي سيت دو برودكسيون ديال الأدوية. صفو الوهابي، إلا سولتك كنتي كتشتغلي في مختبر خاص بصناعة الأدوية في سويسرا، شنو الوقاية والإجراءات اللي كديري أنت شخصيا؟ أنا شخصيا أولا حنا ما وليناش 100% للشغل، وكان نخدمو 50% في المنزل و 50% في الإدارة، مع علم أن حنا الحجر انتهى هذه 3 أسابيع في سويسرا، ولكن الشركات خداو الاحتياطات ديالهم باش العمال ما يرجعوش للخدمة 100%. أنا شخصيا اولا ما كنمشيش كنخرج الا ولا عندي شي حاجه مهمه للشغل، ولا عندي حاجه مهمه اني نقضيها في يعني برا، دونك ما كنخرجش على اي حاجه. ثانيا الكمامه يعني مهمه جدا، غسل الايدي، يعني كل هذه الوقايه اللي كنت نديرها في الحجر الصحي كنتابعها، واخا انك حنا كنمشيو للعمل وكنتعاملوا مع الزملاء ديالنا، غادي ناخذ واحد المسافه متر، هذه هي المنظمه الصحه العالميه اللي كتقول لنا خليو متر مينيموم، هو الاقليه اللي تخليه هو متر، لا تقدري تخلي اكثر هو احسن. ونرجع للامراض المزمنه، ان العمال اللي عندهم الامراض المزمنه منعوهم انهم يرجعوا للشغل في هذه الوقيته، دونك كيخدموا من المنزل. لماذا؟ لانك لما شفنا الاحصائيات اللي في سويسرا 90% الناس اللي توفوا من الكورونا فيروس كان عندهم على الأقل واحد مرض مزمن، من ضمن هذه الأمراض 60% ارتفاع ضغط الدم، 50% الأمراض ديال القلب، و 20% كان عندهم المرض السكري. هذا غير باش نعطيك الإحصائيات في سويسرا، دونك ارتفاع ضغط الدم
منعوهم انهم يجيو العمل. دوك لاننا عندنا احصائيات اليوم اللي كتخلينا اننا نقولوا للناس اللي عندهم هاد الامراض ما يجيوش للشغل. ويقدر انك عندك زميل عنده هاد المرض وانت ما تعلمكش ان عنده هاد المرض، يعني ما شارككش بهاد المعلومه، وتقدري انك انت تعطيه هاد الفيروس بلا ما تعرفي لانه كان عنده مرض مزمن. ويقدر يقدر يكون مع زميل، يقدر يكون مع شخص في المواصلات العامه، يقدر يكون مع العائله. دوك لهذا الواحد ياخذ الاحتياط ديالو وياخذ المسؤوليه ديالو انه يدير الكمامه، يحاول يخرج فقط للضروره، ما نسلموش على بعضياتنا. حتى احنا عندنا ثقافه اننا نبغوا نسلموا على بعضياتنا، وخصوصا يعني من بعد هذا الحجر الصحي اللي طال علينا. ولكن واحد الاحتياط ديالو كيفاش قال الدكتور، وهذا يعني سيتاني فور، يعني كل واحد خصه يدير هذا المجهود الشخصي مع عائلته، مع الزملاء ديالو، مع اصدقاء وعائلته، انه كما كنا في حجر صحي ناخذوا هذوك الوقايه اللي كانت عندنا في حجر صحي في الم... في ال... في ال... في العمل نفس الشيء. نعم، نعم. دكتور غناوي في الاخير ربما تسمحوا لي، جو بونس على التليفون ديالي ما دونك دكتور غناوي في الاخير الا سمحتي، وحنا ان شاء الله مقبلين ربما على مرحله اخرى، ونتمنى ان شاء الله فعلا تكون مليئه بالتفاؤل ومليئه بكل خير. تحيه كبيره للجسم الطبي والناس اللي كيشتغلوا في القطاع ديال الصحه بطبيعه الحال، لانه المجهود ديالهم الكبير يعني، وقطاعات اخرى اللي هي متصله ماشي فقط غير القطاع ديال الصحه، فيها ناس اللي كينجوا مثلا بعض المواد الاساسيه اللي كيخص مثلا الناس اللي كيشتغلوا في قطاع الصحه كيحتاجوها، المختبرات، الناس اللي هما كيشتغلوا مثلا في القطاع اللي هو خاص بالتحاليل او لا. فتحيه كبيره لهم جميعا. اذا سمحتي لي دكتور عبد اللطيف هناوي في الاخير، شنو الاساسيات اللي خاصنا ضروري في المرحله اللي احنا مقبلين عليها باذن الله ما تغيبش علينا نهائيا ولا على بالنا ان شاء الله؟ اول انا بغيت واحد نقطه مهمه نبدا بها الجواب على السؤال، هو ان الناس تستمر في الاطلاع على متابعه الحاله الوبائيه. طبعا الحكومة لازم تستمر في الإخبار المواطنين بالحالة الوبائية في مرحلة ديال إن شاء الله ما بعد رفع الحجر الصحي، فالإنسان يبقى متبع الحالة الوبائية باش يتفاعل معها، إلا كان تراخى بزاف يعاود يجدد يعني الجدية ديالو في التعامل مع المسألة. الفترة ديال الصيف هي فترة ديال عطلة ومناسبات، كتكون أعراس، كتكون يعني مناسبات عائلية. المطلوب هو الإنسان، ماشي مشكل إلا أجلنا هاد السنة ولا يعني الإنسان ما يقومش بهاد الأعراس. ممكن الناس تزوج بدون ما تدير عرس، تأجل العرس ديالها. ممكن الحفلات ديال مناسبات عائلية معينة تؤجل من اجل السلامه، يعني لان كما شفتوا خلال الحاله الوبائيه كانت البؤر اللي كانت كبيره هي بؤر ديال سواء اعراس سواء بيوت عزاء، فهي اللي كانت شكلت يعني بؤر كبيره، بؤر عائليه. هذه مساله اخرى ديال النظافه، نعاود ناكدوا عليها، راه مساله بسيطه وفابور، ما هي دواء كيتشرى من حتى حاجه. السلوك ديالك المطلوب الناس تكون جديه فيها. والناس مسألة أخرى مهمة جدا هي الناس خاصة تعتمد على الطبيب، لازم كل أسرة يكون عندها طبيب كتواصل معه. نعم، إلا سمحتي لي دكتور عبد اللطيف الناوي باش ما يكونش الخطاب ديالنا فقط دائما غير المواطن، ربما راه كاين الناس اللي تيقول لك دير المواطن ملتزم، ربما تكون رسالتك أيضا لأرباب العمل والمسؤولين أيضا في الشركات وداخل المؤسسات، شنو رسالتك لهم؟ صحيح. إذا بالنسبة لأرباب العمل، الشركات اللي عندها إمكانية ديال العمل عن بعد، يعني تمشي في هذا الاتجاه. هذا ارباب العمل لازم، لان كاين بعض الشركات كتكون دايره يعني انها عندها اتفاقيه مع طبيب شغل او لم تعقد مع طبيب شغل، وما كاينش طبيب شغل ما كيجيش، فكتبقى مساله على الاوراق. الان الوقت ديال الجديه في التعامل مع الامور الصحيه، الصحه ديال 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 العامل ديال الشركه، الموظف في الشركه كتعني صحه الشركه، يعني كتعني الإنتاجية ديال الشركة، فخص يكون تعامل مع صحة العامل بواحد الشكل يعني جدي بزاف. خص يكون طبيب شغل فعلا، وخص ترسم استراتيجية. اللي ما عندها شركة أو المؤسسة أو المقاولة اللي ما عندهاش طبيب، لا بأس أنها تدير طبيب، كتشاور معاه يرسم لها استراتيجية ديالها. ف
في الوقايه، ولازم يعني الاعلاء من السلامه ديال كما بعض الشركات او لا كثير من الشركات اللي كتحترم نفسها فكدير الشعار ديالها السلامه اولا، خصوصا في المصانع السلامه ديال العامل هي الاولى. فممكن الاقتصاد، ممكن يعني الانتاجيه ديال الشركه تنقص في واحد الفتره وممكن تعوض، ولكن الا مشات تفشات فيها واحد يعني الوباء تفشى فغير توقف بشكل كامل. الا نقصنا عامل جوج ثلاثه 10 نقصوا من الباب بانت فيهم شي اعراض بسيطه فما فيها باس. ثانيا الدوله يعني وفرت الاختبارات السريعه واختبارات الكشف، وهي خدات الاستراتيجيه، وهذه استراتيجيه مهمه في المحاربه ديال الوباء في الوقايه منه، الكشف المبكر. فالان يعني صار البلاد عندها يمكن واحد العدد جد مهم وجد كافي لاجراء اختبارات، وكاين الان مختبر متنقي عملته الحكومه باش يتنقل في عده مدن. هذه وسائل كلها ما على الشركات الا تنظم نفسها وتعمل وتبادر الاتصال. دابا مندوبيات طبعا وزاره الشغل، فهي وزاره الشغل وزاره التجاره والصناعه والخدمات هم مراقبين هذا الجانب احترام الشركات لهذه الامور. هذه ما فيها باس يعني يكونوا يسرعوا في التواصل مع الجهات المعنيه من اجل اجراء الاختبارات الى بان شي حد، حيت دابا هذا المرض الاعراض ديالو الناس كلها كتعرفها كتشابه مع الاعراض ديال الزكام ديال الانفلونزا، فيبادروا لاجراء الفحوصات المبكره. مساله اخرى بغيت الناس ربما كاين الناس واحد النوع ديال الناس اللي غيظهر عليه الاعراض غيخاف يقولها وما غيبغيش يدخل ديك الدوامه ديال الكشف وكيخاف يكشف ويصدق عنده. فهذه خص الناس تاخذ الامور بواحد المنطق عقلاني بحيث انه تعرف ان الكشف ديال المرض الا كان عندك راه الناس براو منه، فاذا كان عندك ماشي تقول تخبعوا وما تمشيش تكشف وتبقى جالس كيبانوا الاعراض يتقوى وحتى تعادي ناس اخرين. المطلوب بانت فيك اعراض الا كنتي خدام في شركه تمشي تخبر المسؤولين ديالك، حيت دابا الشركات عاملين منسق في كل شركه في كل مقاوله كيكون هو المكلف بهذا الجانب، يخبروا ويطلبوا اجراء الكشف المبكر. الا لقى فكاين، الا لقى طلع الكشف ايجابي فطبعا غادي توقف على العمل ويتم حجر صحي ويشوفوا المخالطين ديالو، وهكا كنحصروا يعني الوباء سواء في العمل او للمواطنين في المساكن ديالهم. اللي حس باعراض ما فيها باس يمشي يعمل الكشف مبكر، وان شاء الله الا مشينا كرم تكون الامور مزيانه ان شاء الله. ان شاء الله هذا ما كنتمنوا. صفو الوهابي لو سمحتي نرجع لعندك ونسولك، يعني نكونوا متفائلين اكثر، في حال انه تم التوصل الى لقاح شنو الاجراءات اللي كيمر منها قبل ما كيوصل لعندكم انتوما، والوقت اللي كيوصل عندكم انتوما كمختبر خاص بصناعه الادويه شنو المراحل الاخرى كذلك اللي ضروري على انه كتقوموا بها قبل ما كيوصل اللقاح وتيخرج باش يولي في المتناول ديال الجميع؟ باش تعرفي هنا في دونك انا المختبر اللي كنشتغل فيه ما مختصش باللقاح، باش نعطيك يعني فكره عامه على اللقاح والادويه عامه. لما كتبغي تخرج واحد ادويه ولا الى لقاح، عندك اولا لو ديفلوبمون، وفي هذه المرحله اللي رحنا فيها رحنا عاد في الديفلوبمون، يعني عاد رحنا التطوير ديال اللقاح. نعم، ما لقينا اللقاح، هذه اول حاجه. ثانيا كي غادي هما يلقاو نقولوا يلقاو انتيجين ويلقاو عنا يعني التركيب الجينيه اللي خاصهم اللي يديروا التلقيح، غادي يبداو بديزيسي كلينيك. هاد لي ديزيسي كلينيك عندهم مراحل بزاف، يعني كاينه تجارب كلينيك، غادي يعاود فوالا غادي يبداو تجارب. كي غادي يكملوا هذوك التجارب غادي يعطيو لو دوسي، واش كنسميو واحد دوسي دونجستريمون، غادي نبداو نوريو يعني لي زوتوريتي دو سانتي اننا لي زيسي كلينيك كانوا تجارب ايجابيه وماشي سهل للتلقيح. حتى في الادويه ولا تشوف يعني في الادويه ما عندناش شي ادويه انوفونت في هذه الساعه اللي كيخرج، لان لي زيسي كلينيك ما همش ايجابيين في اغلبيه ديال الوقت. نعم، دونك في التلقيح اصعب، ومن بعد خاص لوتوريتي دو سانتي ديالك تتقبل الدوسي ديالك وتلقاي فين غادي تصنعي هاد الدواء هاد لو فاكسان. ما كاينش دي سيت دو برودكسيون كثار في العالم، دونك كاين المختبر اللي غادي يدير، ولكن خصك ان سيت دو برودكسيون فين غادي تصنعي هاد يعني خاصك وحدات ديال الانتاج اللي غادي تخرج هاد اللقاح بهذاك الكم بهذاك العدد، هذا العدد اللي خاص. ومثلا ولا بغينا لقينا لقاح من العامين ولا بغينا نكونوا واقعيين،
غادي خصنا نطلبوا لي زوتوريتي سونتي ديال المغرب، مثلا المغرب بغى يشريه خصنا نحطوه في المختبر، غادي يطالب لوتوريتي سونتي ديال المغرب واش نقدروا نسجلوا هذا الدواء، ومن بعد نشوفوا كيفاش غادي هذا التلقيح وكيفاش غادي نبيعوا هذا التلقيح في المغرب. دونك كاين مراحل بزاف اللي غادي تمر، وكاين اجراءات ايضا نعيتها من الناحيه القانونيه. قانونية كاين إجراءات، كاين أنا كنخدم في الجودة ديال الدواء، كاين عندنا لي بون براتيك دو فابريكاسيون اللي خصنا نتابعوهم باش تنتهي هذا الدواء هذا الفاكسان، وعاود باش لي بون براتيك دو ديستريبيسيون باش تعاود هذا الدواء يمشي من السيت دو برودكسيون ويمشي للمستشفيات والصيدلة فين غادي يتباع لو فاكسان. دونك كاين عدة مراحل قبل ما غادي المواطن ولا لو باسيون باش ياخذ هذا التلقيح. دونك غادي تمر خصنا الوقت، يعني اليوم ما تقدريش تخرجي شي تلقيح في عام مثلا، هذا ماشي يعني الناس اللي كيقول لك هذا العام حنا عاد في التطور ومازال ما لقينا الحل كيفاش غادي نديرو، يعني باش نكونوا واقعيين من العامين ولا عندنا شي حاجه ايجابيه ان شاء الله. غنشكرك جزيل الشكر صفوة الوهابي، مهندسة في البحث العلمي، كتشتغلي في أحد المختبرات الخاصة بصناعة الأدوية في سويسرا. شكرا جزيلا لك. غنشكرك أيضا جزيل الشكر دكتور عبد اللطيف النووي. شكرا لكم مشاهدينا ومتتبعينا، شكرا على الوفاء ديالكم دائما، وما تنسوش على أنه برنامج وقاية وعلاج كيرفقكم كل أسبوع. لكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد، رفقتكم من خلال الإعداد والتقديم، والشكر موصول لزميلي مهدي فرحي اللي كان هو المشرف على الإخراج. نتلاقى معكم في عدد جديد الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.